ازيكم عاملين ايه؟ المره اللي فاتت احنا عملنا جوله عن شراء البوتاجاز، النهارده بقى عايزين نشتري غساله. تعالوا معايا نشوف انواع الغسالات في نفس المعرض اللي احنا اشترينا من عنده المره اللي فاتت، وتعالوا نشوف العروض اللي مقدمها لنا الجديد وانواع الغسالات الجديده هتبقى ايه والفرق بينها. يلا بينا ندخل المعرض ونشوف المنتجات اللي موجوده عندنا النهارده. احنا طبعا جايين على الغسالات، بس انا هفرجكم على المعرض الاول. والادوات اللي موجوده فيه. المعرض ده انا بجيب منه كل حاجه انا عايزاها. عايزه اقول لكم احسن الخامات موجوده هنا، يعني خامات في الجوده بتاعتها وماركات معروفه. العجانات بقى، الخطه الجايه يا جماعه انا محتاجه اجيب عجان من ده، لان انا العجان اللي عندي صغير يعتبر، هو اللي باعهولي قال لي ده عجان، بس هو مش عجان، هو مضرب زي ده بس صغير. طبعا دي الشاشات، اللي عايز يجدد بقى الشاشه بتاعته او عايز يشتري شاشه تانية لخبره تانية. مش عارف، مش غير لندن مروحه. خاماتها كلها تركي، ضمانه 5 سنين شامل، 4 سوبر 600. طب عايزين نشوف بقى الفرن بتاعه كده. ده اهو فرن واسع، في مروحه توزيع جوه. ده للمطابخ الكبيره. ده ايطالي ولا مصري؟ ده خاماته تركي، ده في مصر. تركي. طب وده؟ ده كريازي، بس ده من غير مروحه. ده مصري. تمام. ده خاماته كلها ايطالي، ده فول سيفتي امان كامل. ده رويال؟ ده رويال جاز. جميل، عايزين نفرج الناس برضو على الامكانيات. ده خاماته كلها ايطالي. طب وده تاتش ده؟ ده شاشه ديجيتال، التجميل ده. ده باتنين مروحه؟ مروحه توزيع ومروحه تبريد. ده الماني. ده الماني. تقفيل مصري. ده الماني تقفيل مصري. ده برضو عايزين نشوف الفرن بتاعه. ده اسمه ايه بقى؟ ده ايكون برضو. ايكون برضو. ده ايه كاسيت الجريل ده بقى؟ ده فريش. جريل. شوية. شيلنا الغطا كده؟ شيلنا الغطا معاك. ده جريل. ده اللي هو كهربائي؟ كهربائي. ده تحفة بصراحة. العدد 7 كيلو. دي وايت بوينت العب. دي تركي. تركي تركي ولا تركي تركي ومتقفل مصري؟ دي 7 كيلو. نشوف الحله بتاعتها. طبعا انا مش عايزه 7 كيلو، انا عايزه 10 كيلو عشان انا عندي. طب ده بيتفتح ازاي بقى؟ عشان برضه لو ده بتاع الفرن، ده بتاع النظافه من تحت صح؟ طيب وديه؟ اذا نص 8 كيلو تركي 8 كيلو. زانوسي. دي ايطالي؟ دي ايطالي تقفيل مصر. ايطالي تقفيل مصر. في الشمال دي 8 كيلو. دي انفرتر بتوفر في الكهرباء. دي ايه؟ انفرتر بتوفر في الكهرباء. على السامسونج، عشان انا حابه السامسونج قوي. دي السامسونج 8 كيلو، دي هولندي. هولندي. مش عارفه، انا حابه، حاسه ان انا عندي رغبه اجيب دي، مع ان انا جايه على الغساله يعني فوق اوتوماتيك. دي 8 كيلو. طب دي تعالوا بقى نتفرج على الجمال ده. دي لمس. طب عايزين ايه بقى نشوف؟ الخامه سامسونج 8 كيلو. توشيبا. زانوسي. عشان برضه اللي بيقول لي انت جبت الحاجه من جوه بس، لا احنا جايبها لكم من جوه وبره.
اللي عايز اسم المعرض اسمه معرض مينا شارع المنيرة الرئيسي قبل مستشفى تبارك قبل الكنيسة على طول قصاد جمبريكا يعني الناحية التانية من قدام جمبريكا الناحية التانية. طيب ودي مكانس بقى ودي تلاجات دي توشيبا كم كيلو دي 14 قدم ده الفريزر بتاعها طبعا انتوا طلبتوا الجوله ديت بتاعت الاجهزه الكهربائيه قبل رمضان وقبل العيد حبيت ان انا اعمل لكم الجوله طالما انا كده كده نازله اشتري غساله فحبيت ان انا اعمل لكم الجوله من نفس المعرض اللي انا جبت من عند البوتاجاز قبل كده يعني حاجه اصلا حلوه بصراحه. الخطه الجايه بقى نجدد الثلاجه بتاعتنا. دي نوعها تورنادو ودي توشيبا التالتة اللي معانا فريش لا يعلى عليها يا جماعة. بصوا الفريش بتبقى كبيرة كده حاجة كده وهم يعني انا بحب فريش مش عارفة في التلاجات بس بحب فريش حسها كده بتعيش شوية وبتشيل كل حاجة. خش بقى على فريش الكبير بقى بصوا كده استنى يا رضوان عايزة افرجكم بقى على حاجة كده بصوا يعني هو الباب بتاعها ده فريزة ده بقى لو انت هتخزني خضار لحمة فراخ ده للحاجات المجمدة. تعالوا بقى نخش على وايت بوينت وايت بوينت 8800 افتح يا رضوان فرج الناس اللمة بتاعتها تشيده بوش اللمة بتاعتها كبيرة وليها درج كمان من تحت كبير وجديد بقى البيت دوت مقسم كده يعني مش اللي هو الدرج الواحد. وفريزر مع قالب كمان في هنا كمان سخانات بس خلينا في الغسالات في الثلاجات الاول. فريش دي حلوه طبعا انتوا عارفين انا بحب فريش فريش بحسها يا جماعه حوت 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 في الثلاجات بصراحه بحبها قوي بتبقى كبيره كده وواسعه جدا الادراج بتاعتها واسعه هي الثلاجه نفسها تبقى واسعه بحبها بحسها. بصوا يعني الفريزر بتاعها بيبقى كبير قوي المسيحة كده غسالة اطباق وفي يا جماعة برضو مبردات مية وعندنا بوتاجازات برضو اللي هي الانبوبة وعندنا هنا برضو دي فريزر اللي هو فريش اللي هو العادي بتاعنا. هنا كمان موجود المعجنات او العجان عشان بس محدش يقول انت قلتي غلط لا اسمه عجان حتى لو قلت غلط يعني اسمه عجان اهو اجيب لكم الحاجه بعد كده اجيب لكم الاسعار عليها دي ده كيتشن ماشين هجيب لكم كمان الفرن الفرن اهي اي ماركه انتوا عايزينها هتلاقوها موجوده
وكمان عايزه اقول لكم على معلومه، هنا كمان لو عايزين يعني تشيلوا الحاجه وتوصلوها للمكان، موجود كمان توفير العربيات اللي تقدري تاخدي من عليها، مثلا لو بتجهزي او يعني بتجددي في البيت عندك تقدري ان انت تاخدي من عندهم العربيات من هنا بسعر مخفض يوفرها لك. نكمل بقى جولتنا عن الغسالات. دي توشيبا برضو، دي 10 كيلو 6300. تعالي يا استاذ احمد. 10 كيلو توشيبا 10 كيلو. دي مميزاتها ايه بقى؟ دي بتشيل 5 افراد. 5 افراد حلوه دي. وفي اللي هي برضو بتاعتها دي شرب 9. شرب 9. اقتنعت بدي واقتنعت باللي انا وريتها لكم اول واحده بره اللي هي السامسونج، ودي الشرب 9 كيلو. دي برضو توشيبا 11 كيلو. مع اني شايفه دي اصغر شويه، مش عارفه ليه، بس دي 11. هي البستيلا انت قصدك على الحله صح؟ الحله بتاعتها غويته. دي 11 كيلو. طب وده ايه ده؟ ده بتاع المسحوق. المسحوق؟ الدرج من جوه؟ لا درج المسحوق. ايه بابها اندرويد برضو يتقفل لوحده. طيب دي يا جماعه عامله 6900 جنيه 11 كيلو. دي 5 افراد برضو صح؟ يبقى معانا دي 5 افراد ودي 5 افراد. طبعا الست دايما بتحب تجيب الايه؟ الاكبر يا جماعه. يعني انا بالنسبه لي ما اخدش الستة كيلو ولا الخمسة كيلو ولا السبعة كيلو، لان انا عندي انا الخمسة كيلو وانا غسيلي كتير عشان الاطفال، فانا عايزه حاجه يا اما 10 كيلو يا اما 9 كيلو. فبالنسبه لي اخد ال 10 كيلو دي. وبكده اكون خلصت جولتي معاكم النهارده. اتمنى اكون قدمت لكم كل المعلومات المفيده عن اسعار الغسالات والثلاجات والمكانس والكيتشن ماشين والعجانات وافضل الانواع. عايزه اقول لكم المعرض دوت لازم تزوروه، يعني اي حاجه هتحتاجوها هتلاقوها فيه. شوفوا بقى انا الفيديو ده تعبت فيه جدا جدا عشان اعمل جوله كافيه تفيدكم بالاسعار وبالمنتجات وقطع الغيار. بالنسبه للغسالات اللي هي الفوق اوتوماتيك اللي انا فاتحاها دي، لو ما عندكيش سخان في البيت هتشتغلي عليها على البارد. اما الغساله اللي هي بتبقى بحله في النص، البستله في النص دي بيبقى سخان منها فيها. فحبيت ان انا اضيف لك المعلومه دي عشان تبقي عارفاها وتحددي لو انت هتجيبي غساله هتاخدي انهي نوع. الفيديو ده انا بجد تعبت فيه جدا، اتمنى ان هو ينجح. اتمنى كل حد شاف الحلقه ياخدها لي مشاركه، حتى لو قنوات تانية تطلع لي بيها على المنتدى مفيش مشكله. بجد بجد الفيديو ده تعبني جدا، خد مني وقت كتير جدا عشان اطلع بيه يعني بالتكمله ديت. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب، وادعوا لي عشان احنا في ايام مفترجه. اتمنى كل اللي يعرفني وما يعرفنيش يدعي لي بالخير ان شاء الله. واي حد هيروح معرض مينا ترند هيلاقيه في شارع الوحده قدام جمبريكا، اقول له من عند قناه دينا شانل 1 ان شاء الله يعمل معاك الواجب. السلام عليكم.
لا.